لو ايلو البنات، مرحبا بكم فيديو جديد في القناة ديالي صفاء بيوتي. ما تدوش على هذا الشيء، شوفوا الرسوم. دونك انا جالسه كنتفرج في الرسوم، ما على باليش، اي قلت خصني نكمل لكم لا فيديو ديال البارح اللي صورت لكم، يعني اخر فيديو حطيت لكم، خاصني نكملو لكم اللي قلت لكم خاصني نتوجد ليفينمون. عندي ليفينمون نهار السبت في لوتيل رويال ميراج، دونك خاصني نتوجد ونتقعدت. سينو بغيت نبارطاجي معكم هاد لو تريك، هاد لو بتي كولي، شوفوا شحال حليلو، شوفوا غزال، غزيول. دونك هذا وهذا وصلوني من عند خالتي، هذا خالتي بوحدها وهذا خالتي وحده اخرى، وعطاتني معاه حتى هاد لي بوكل هادو زويولين، جايين كيوت، شوفوا جايين غزيولين. وتخيلوا انا كيعجبني ندير لي بوكل الا كنت دايره السفنجه، واو شحال كان حماق على انني ندير حلقات وانا دايره السفنجه. دونك دابا راني ماشي لابسه، راني غير قيستو صافي، غير قيستو وبقى لي هكا. هذا خاص تكون شي لبسه تكون فهمتوني، وما تكونش هاد السنيسله ويتدار غير بوحديتو، ما يكونوش الاكسسوار بزاف، وما تكونش اللبسه مشارجيه، تكون لبسه سامبل تجي زوينه. دونك هذا انا كان غادي نوض باش نوجد راسي، لا بخصوص الضفيرات ولا بخصوص، لان شوفوا هاد اليد فيها، نوريكم اليد الاخرى، هادي علال، هادي صفاء. المهم كي قلت لكم غادي نوض نتقادد، ماشي زعما صوب مكياج، ندير لا روتين اللي كندير لشعري، لانني غادي نغسل غدا ان شاء الله. دونك ندير لا روتين اللي كندير لشعري و دي زيتاب هكا هكا هكا. دونك خليكم معايا. اول حاجه اللي بغيت نقول لكم هي فاش كيكون عندي مثلا ايفينمون عراضه اولا شي، المهم شي حاجه اللي غدا غنديرها، فما كنزيدش شعري ديك الليله. امتى كنزيد شعري؟ حتى كنعرف راسي مثلا اليوم كنزيد شعري وغدا كنغسل، كنعرف راسي انني ما تابعني والو، ما عندي والو. علاش؟ لان داك الزيت اللي كندير انا فيه بزاف ديال الحوايج، فيه بزاف ديال التخليطات، دونك كيخلي الريحه في الشعر. ميم سي كندير الريحه انا، كتبقى لك ديك الريحه ديال الثومه مثلا، اولا فهمتوا، كتبقى لك لاصقه لك في شعرك، ماشي كتبقى بزاف، كتبقى لك شويه. مي انا يستحسن انك ما تزيتيش الوقت اللي كتكوني غادا عندك شي ايفينمون ولا عندك شي حاجه ولا شي عراضه ولا شي عرس ولا هذا، ما تزيتيش. انا عطيك حل زوين وما كيخلي حتى شي حاجه، دونك خليك معايا دابا. الحل اللي كاين هو هذا، واللي وريتكم في الفيديو اللي داز، مي ما قلتش لكم شنو هو هذا. هذا عباره على ما، هذا مزيان حتى بالنسبه للبنات اللي شعرهم دهني بحالي انا، وما تيبغيوش يديروا الزيت كل خطره. مثلا انا في السيمانه، شحال هاد الميساجات، مثلا انا ما عرفتش واش كيتسمع لكم هاد الميساج ولا لا. مثلا انا في السيمانه عندي، كيفاش غادي ندير نشرح لكم، في السيمانه عندي دي روتين لشعري. الا بغيتو ندير لكم فيديو على روتين شعري خليوه لي في لي كومونتير. في السيمانه كندير حوايج لشعري، خطره كندير لشعري الحنه ياك، وميم سي كتشوفوني واخا صبا شعري با مال دو فوا وليت كندير ليه الحنه مره مره. الا بغيتو نزيد نهضر لكم على هذا الموضوع خليوه لي في لي كومونتير. او الغسله الاخرى كندير فيه مثلا الزيت، والغسله الثالثه حتى ندير هذا، فهمتوا؟ دونك انا ثلاثه المرات كنغسل في السيمانه شعري، الغسله الاولى كتكون حنه، الغسله الثانيه كتكون عباره عن زيت اولا ماسك، والغسله الثالثه كتكون هذه. الوقت اللي ما كيكونش عندي كاع الوقت لهذا الشيء، فكنستخدم ماسك، ماسك راكم عارفين لي ماسك اللي انا كنستخدمهم ديجا بارطاجيتو معكم. دونك كتقولوا لي صفاء اشنا هو هذا اللي كديري؟ هذا كتاخدي كسرونه وكديري فيها الماء، وكديري القزبر والمعدنوس هكا وراق كتشريهم، القزبر والمعدنوس كديري غير شويه، القزبر والمعدنوس، كتقطعي الثومه، كتحيدي لها القشره ديالها وكتقطعيها طريفات وكتلوحيها في وسط داك الماء، وكتزيدي عليهم البصله. اوكي كتلوحي داكشي وكتخليه في الماء كيطبخ 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 مزيان مزيان مزيان، حتى كيولي داك الماء ديالو خضر، داك الماء اللي في الكاسرونه كيولي خضر. ابري سا كتصفي داك الماء، كتحتفظي بالماء وانت باقي كترمي. فالماء هو اللي دايره انا هنايا، هو اللي دايره انا هنا، هو اللي غادي نشقق به شعري حاليا كيف ما غادي تشوفوا معايا نتوما. انا غادي نوريكم الطريقه. فهاد الطريقه هادي كتساعد باش تيطوال الشعر، وكتعطي هاد الخلفه هادو، هاد الشيء هذا اللي كتشوف، لا تمشي هذا، هاد الشيء هذا شفتوه شحال. دونك كتعطي الخلفه بزاف هي، وزائد راه ماشي نقول لكم غير هاد الوصفه، هي زائد بزاف د الحوايج كنديرهم انا في شعري. والعاده وانا كنقطع شعري هنا، قطعتو شعري هنا، شوفوا شحال زاد عاوتاني، الحمد لله. المهم الحمد لله.
كناخذ هذه وكتبقاي ترشي بحال هكا في الفروه ديال الراس ديالك، فهمتوني؟ دونك ترشي في الفروه ديال راسك. زوينه بزاف البنات هاد الوصفه، حاولي انك تعمري كل قنت عندك باغاه يتقادد. مش ضروري يكون شعرك مثلا، كيفاش ندير نشرح لك، ماشي ضروري تكوني غادي تغسلي، صافي ديري وخليها تنشف لك شعرك، ما عنده ما يدير لك، غير هي غتكون لك شويه ديال الريحه ديال الثومه. ف الا كنتي بغيتي ديري ديريه وخليه في شعرك الا ما كنتيش غادي تخرجي، فهمتي؟ خليه نهار يومين شحال ما بغيتي الا ما كنتيش تخرجي، عنده ما يدير لك. وكتبقاي ديري مساج هكا في الفروه ديال الراس ديالك، وما تنساوش هاد البلاصه، شحال من وحده كتسيد غطي هاد البلاصه هادي وكتنسى هاد البلاصه هادي، نوريها لكم هاد البلاصه كتنساها بحالي انا. وكتقاي كديري بحال هكا في الفروه ديال الراس ديالك عاوتاني انا كندير كنحشي صبعاني بحال هكا وكنجر، دونك هادو كنرش فيهم. شتو فاش كديري هكا عاد تيبان لك ها كنرش فيهم عاوتاني وكنرش فيهم صافي. من بعد غادي ندير بحال هكا كندير حتى في لي لونغور، حيت شرات لي لونغور تي او من بعد غادي ناخذ الفازلين. هادي روتين جديد متبعاه من قبل من الزواج ديالي، قبل من الزواج ديالي، ومن قبل من الزواج ديالي وانا كنجربو مور الزواج عاد قطعت شعري، قطعته ما كانش كيتجمع ليا، ما كانش كاع كيتجمع لي شعري انا الحمد لله. او كناخذ شويه ديال الفازلين بحال هكا كندير ليه هكذا، او كنابليكيه غير هنا. غادي تجيكم بيزار كيفاش هاد السيده هادي كدير فازلين في شعرها، ولكن ديروا هاد لاستيس وردوا عليا، ولكن ماشي ديروها نهار ولا لا، كتولفيها كتولي ديريها مثلا كما قلت لكم مره في الاسبوع، مره في كل اسبوع، فهمتوا؟ ومن بعد عاد كتبقاي تضغطي الفازلين. ما ننصحكمش ديروه هنا، ما ديروش هنا، علاش؟ لانها ما كيتغسلش مزيان، ما كيتغسلش دغيا. وعلاش انا كنديرو في لي لونغور؟ على وديت لي لونغور كنغسلو هنايا كيتغسل مزيان، ولي لونغور واخا يبقاو شويه مزيتين ويبقاو شويه دهنيين ماشي مشكل، فهمتوني؟ دونك كنديرو بحال هكا مساج غير باش شي شويه الفروه ديال الراس كتزيد تفتح وكتمتص داكشي. يستحسن اي ماسك درتوه تلويو عليه فوطه سخونه بالماء دافي، هادي احسن، عرفتوا هادي كتعطي واحد النتيجه يا البنات رائعه، كتعطي نتيجه رائعه جدا. هانتوما بحال هكا هانتوما، وكتجمعي الشعير ديالك، جبدت شعري بزاف بحال هكا، اي فوالا، كتخلي شعرك يرتاح. هانتوما هو السر، كتخلي الشعر ديالك يرتاح مزيان مزيان. انا غادي نبات به حتى غدا، غادي نغسل ان شاء الله غدا، غادي نغسل في الصباح دونك غدا السبت، غدا غادي نغسل في الصباح، في العشيه عندي ليفيرمون غادي يكون، غنصور نحاول نصور لكم ثاني ليفيرمون ان شاء الله، نصور لكم شنو غادي يكون واي حاجه. دابا غادي ندوز لحاجه وحده اخرى اللي ما عرفتش، اللي هي كنظن الوجه ديالي. اوكي ندوز الوجه. بالنسبه للوجه ديالي بغيت نجرب واحد الكوماج اللي يلاه توصلت به هنايا نوريكم. دونك توصلت بزاف ديال الحوايج، انا ديجا بارطاجيتهم معكم في الانستغرام، لا داعي انني نبارطاجيهم معكم هنايا. توصلت ايضا بهذا الشامبوان ديال باليا، واو يا البنات هذا الشامبوان ديال باليا ما عرفتش جاني فيه المذاق، جاتني او عرفتو بحال الياغورت ديال الفاني، هو هذا. كاين اوسي فيكساتور، هذا خصني نتفكروا باش نابليكي غدا ان شاء الله. كاين هذا الفيكساتور هذا ديال اسانس، كاين اوسي هذا البرايمر هذا ديال الوفيرا، كاينه هذه الماسكارا اللي كاينه دات ضجه ديال سيفورا مازال ما تيستيتهاش، كاين هذا الفيتامين او اللي حتى هو مازال ما تيستيتوش. صراحه كاين بزاف ديال الحاجات هنايا، كاينه هذه لا ميور ماسكارا ديال تو فيست، ها
هذه ديال better than sex واعره هذه. ودابا الحاجه اللي بغيت نهز من هذه الكرتونه هذه هي هذا القماش هذا. دونك انا ما عمري جربت هذا القماش، والا كانت شي وحده مجربه فيكم هذه لا مارك هذه تخليها لي في الكومونتير. انا غادي نحاول نجربو دابا ونشوف كيف يخدم. انا خدت هذه اللعيبه هذه اللي ديجا راها عندي، غير راها في الحمام ما في بها مشيت للحمام. دونك غادي نجربها دابا معكم، خليكم معايا ونوريكم اشنو غادي ندير. اوكي دونك بعد ما كديري شويه ديال البخار في الوجه ديالك، قبل ما تديري شي غوماج ولا تديري شي حاجه في وجهك ولا شي ماسك، ديري البخار في وجهك. اشنو هو البخار في وجهك؟ ديري شويه ديال الماء تيغلى وكبيه في بانيو، وديري وجهك في داك البانيو وغطي راسك من الفوق لمده 10 دقائق كاع ولا 5 دقائق مزيانه. صافي هذا ما كان. من بعد دابا غادي ندوزو للقماش. بالنسبه للقماش، اول حاجه بغيت ندير هي انني نطوي وجهي مزيان، نفتحو هذا بالنسبه للجل نتوين. هذه نستخدم دابا هو هذا ديال ميستيلا ديال الدراري الصغار، هو اللي كنستخدم في البشره ديالي. كتعجبني الريحه ديالو وارتطب، كيبقى في الوجه من بعد كيبقى رطب. ولاحظت على انه ما كيخليش الوجه دهني، فهمتوا؟ كيخلي الوجه هو هذاك. اوكي وفي نفس الوقت هذا غتستخدموه بحال شامبوان، شامبوان جيل دوش اللي بغيتي، او كان ابليكي بحال هكا. دوزو لهاد القماش هذا، كيما قلت لكم اللي فايت ليها جربات هاد القماش هذا تبارطاجيها معايا في لي كومونتير. هو جاي كريمي، قماش كريمي. نحاول نشوف زعما الا لقيت شي، ما فيهش بارابين كاتبين، و اويلي فري ما فيهش زيوت. اوكي زوين، من ما خدمت به جاني زوين. فاش كتكونوا كديروا مع قماش، الا ما كنتوش داري القماش بسنيده ولا داكشي اللي كيدار في الدار، الا كان بحال هكا كريمي وفيه دوك الحبيبات رقيقين اللي ما غاديش يجرحوا ليك لابو، ديري بحال سيركيلاسيون في الوجه ديالك، فهمتوا؟ بحال ماساج في الوجه ديالك. اوكي بيان، شوفوا البشره كتولي نقيه. دونك دابا غادي ندوزو لابليكيو شي ماسك في الوجه ديالنا. بالنسبه للماسك، ما كيكونش عندي لونفي باش انني ندير شي ماسك هكا في الدار ولا شي حاجه، فعندي بزاف ديال هنايا. كاين هذا ديال هين ديفاين اللي بزاف منكم عارفيني، كيعجبوني لي برودوي، اغلبيه لي برودوي اللي كنستخدم انا للوجه ديالي ولو كور ديالي ديال هين ديفاين. دونك كاين هذا ديال التفاح، ديال الفريز خدا خويا، نزيد نقلب. كاين هذا ديال النيله، ماسك ديال النيله. كاين اوسي هذا الماسك كان ديال اللوز وتسال عليا. شنو هذا؟ هو ده الماسك ديال الفريز. دونك خويا خدا ديال الفحم، ها هو الماسك ديال الفريز، خويا خدا ديال الفحم. اوكي في الوقت كاين اوسي هذا الماسك ديال الطين. نشوف بطاطا. كاين هذا ماسك اللي ديالي انا اللي كنخلطو بمع ورد وديك الشيء. نشوف شي ماسك اللي كونوا قادين ليه. اوكي نديرو هذا الماسك الخضر، نديرو هذا الخضر هذا. البانسو ما كاينش، البانسو باش كنخدم لي ماسك ما كاينش، ما محطوطش هنا. نشوف انا ملقي لا ما كاينش. نمشي نجيب البانسو ونرجع.
فوالا نستخدم هذا الماسك جديد الماسك جديد هذا الباسو جديد بلوتو اوكي غنستخدم هذا ديال التفاح اللي مكتوب فيه تفاح والفيتامين سي وفيتامين ا وفيتامين بي شنو هذا فيسك كيبقى 10 دقائق من بعد كتغسليه غير بالماء ماشي ضروري انك تغسليه ب اشو سميتو ب بجيل نيتوايون ولا شي حاجه ماشي ضروري دونك البنات تيقولوا لي صفاء انت كتقصري بزاف وما عندكش لي سيرم ما عنديش لي سيرم ما كندير لهم والو والله هكاك ما عنديش وصافي ممكن ابليكيو الماسك هذا الماسك هذا كنديرو بزاف وكنحاول نقتصد عليه انتم باش تشوفوا انا كنحيدو من هنا كنحاول نقتصد عليه او ماكسيموم كتخلي 10 ديال الدقائق اللي بغا هاد لي ماسك هادو اللي كندير انا في وجهي يمشي عند هند ديفاين الباج ديالها في الانستغرام راه ديما تشوفوني كنحط بزاف د الحوايج ديالها بزاف الحوايج كاينين اللي كنشريهم من عندها وكاينين اللي كنتوصل بهم من عندها فهمتوا باش ما تقولوش زعما اشهار ولا شي حاجه اوكي فهمتوا بحال هكذا وصافي دابا غادي نغسل البانسو ونردو ماسك بلاصتو ونخليو هذا 10 دقائق 15 دقيقه شحال ما قالك القران ديال العقل مدى استشهاد الدقائق غادي نغسل الوجه ديالي ونكمل معاكم رطبة ونقيقة اوكي قماش ديال الشنايف دونك متنساو شنايفكم البنات ضروري ضروري القماش بالنسبة للقماش غادي نستخدم هذا ديال هند ديال الكوك زوين بزاف اوكي غاديش ما تغسلوش شنايفكم انما خذوا بحال هكا فوطه ودوزوا عليهم هكا وصافي هذا ما كان دابا غادي نمشيو للبيت ديالنا يلا دونك البنات من بعد اول حاجه غادي نديرها حسب الحلقه اللي طاحت اول حاجه غادي نديرها قبل ما ننسى اللي هي غادي ايدغاتي لي ليفغ ديالي من بعد الكوماج هكا كانت ايدغاتيوها مزيان نقصي شويه من الضو حقاش عبرني كان ايدغاتيوها مزيان بحال هكا وغادي نقول لكم حاجه واحده اخرى دابا انا خاصني حتى ندخل نغسل عاد من بعد غنوريكم شنو غادي ندير لا بخصوص البشره ديالي ولا في كل شيء انا غنوريكم دابا لان مردوش ما غاديش نصور دونك نوريكم دابا شنو غندير افتراضا انا دابا خرجت من الدوش دوشت وخرجت من الدوش اول حاجه غادي نديرها بالنسبه للوجه ديالي اللي هي كريم ديال الترطيب اللي هو هذا هذه اول حاجه غادي نديرها للوجه ديالي ما غنديرش بزاف غندير غير شي شويه غير مهم باش كتضغطي شويه الوجه ديالك من بعد بالنسبه للشنايف ديالي غادي ندير يا اما هذا اللي وريتكم دابا يا اما غادي ندير فازلين اوكي متفقين كندير البينيفيت وكن ما كندير بينيفيت وكن راسي حجبان سالينا دابا سالينا من الوجه هادشي اللي كندير الوجه ديالي كان شي زغب زايد في وجهي كنحيدو هادي حاجه ضروريه مردوش دونك هادشي اللي كندير كندوزو لو كور ديالي بالنسبه لو كور ديالي فانا حاليا كنستخدم هاد لا كريم هادي ديال العسل كنت خديتها من عند هند يلاه كي اديسيون جديده طرت بها انا كدير 95 درهم خديتها او ولا كندير هاد لا كريم هادي ديال الجسم اللي هي ديال بوسيس هادي بوسيس واعره كتخلي الريحه زوينه في الذات من بعد كندوز الديودورون دونك بالنسبه للديودورون انا حاليا كنستخدم هذا سميتو نكتار اوف بيوتي فوالا او من بعد هاد ما تنساوش هذا ديجا درت لكم عليه داكشي ديال الانتيميتي والتخربيقات راه ديجا درت لكم عليه انايا من بعد كنرش هذا البودي سبراي في الذات ديالي هذا ديال العود واو 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 جادور غزال من بعد كندير هذا البودي سكراب في الذات ديالي كما قلت لكم
ودابا غادي ندوزو للشعر. فقبل ما كنشف شعري نقول لكم شنو كندير. كنخلي الفوطا شحال ديال شعري على ما كاين شي شويه كينشف من داك الفزاك شويه، وعاد كنهبط الشعر ديالي. يستحسن تكون عندكم مشطه بحال هكا، مشطه اللي فيها هاد هادو ديال الخشب، فيها حتى هاد الريوصه ديال الخشب. كاينين واحد المشطات ديال البنات فيها من هنا للفوق هاد الطول هذا، من هنا لهنا ديال الخشب، ومن هنا ديال البلاستيك. هاد الرويصات اللي دايرين ديال البلاستيك، نو هذاك غلط كبير. حاولوا تاخذي مشطه اللي بحال هكا، ما غاليينش البنات، راه مرخص. مشطه اللي بحال هكا هذه واقيلا كنت خديتها ب 30 درهم 50 درهم 60 درهم، المهم 30 50 60، ما عقلتش بالضبط. ومن بعد غادي نوريكم اشنو كندير. كندوز للسيروم، كندير هاد السيروم هذا في يدي، كندير جوج قطرات ديال السيروم و جوج قطرات ديال هاد السبراي هذا اللي هو ديال لا مارك لاغوفسكي. دونك هاد لاغوفسكي كنت خدمت معاهم في انستغرام شحال هادي. الريحه ديال الشعر غزاله البنات، غزاله فنه. دونك كنديرها فوق داك السيروم طق طق، ومن بعد كندير هكا وكندير السيروم غير في لا لونغور ديالي. لونغور كنعمرهم بالسيروم مزيان، وداكشي اللي كيبقى التالي كندوزو على شعري هكا من الفوق وصافي. من بعد غادي ندوز لكم الحاجه واحده اخرى، واللي هي فاش تكونوا كتنشفوا شعركم يستحسن في الاول فاش يكون فازك نشفيه 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 عاد ديري له السيشوار. غتقولي صافا علاش؟ لان في الاول فاش كيكون شعرك فازك كتبقاي عليه بالسيشوار قريب المشطه، السيشوار قريب المشطه، الزغبه ما كتنشفش دغيا، وكتبقاي تحرقي فيها تحرقي فيها تحرقي فيها تحرقي فيها حتى كتنشف. فمن الاحسن تنشفي شعرك كيما واخا ينشفته من الفوق ماشي مشكل، وعاد تفرقيه وبقاي تصوبيه. يعني راه فرق ما بين انك تصوبي الزغبه ناشفه بالسيشوار وتصوبي الزغبه فازقه بالسيشوار، راه فرق كبير. دونك هذا ما كان البنات هادشي اللي كنستخدم لا بخصوص الوجه ديالي ولا بخصوص الشعر ديالي. هادو هما لي زيتاب اللي تندوز بهم. دونك دابا غادي نمشي باش غادي نصايب الضفرات ديالي، وفاش غنصايب الضفراني غادي نرجع لكم باش تشوفوهم. وهذا ما كان بالنسبه لي زونغ، راني وريتكم الطريقه. دونك ماشي وريتكم الطريقه، وريتكم شنو كنستخدم. اينا مارك ديال الاظافر كنستخدم. شوفوا شوفوا هذه ديال الدلال وهذه ديال الصفاء. هذا ما كان البنات، نتمنى انكم تكونوا فهمتوني. هضرت بزاف، شي صوب الضفراني ورجع عندكم. اوكي دونك بالنسبه للاظافر ديالي كما قلت لكم غادي نستعمل هذا الباك هذا، وغادي نستعمل مقص ديال الضفار، ومبرد ما كنستخدمش هذا المبرد، انما كنستخدم هذا اللي كيحيدوا به لابوموخت. وغادي نستخدم مبرد اللي غيكون نيت ديال الصح، اللي غير كنبرد به شي شويه الضفار، واللون ديال الصباغه اللي بغيت، ولاكول. هذا ما كان. دونك على ما نصيبهم ونرجع لكم. سو بنات ساليت كلشي، داكشي لي زيتابي درت كلشي قديتو. اللي بغيت نوري لكم هي شوفوا لي زونغل كيفاش كيجيو. دونك شوفوا هانتوما كيجيو عادي، انا هنا صباعي قصتو بالفيرني وصافي. شوفوا كيجيو زوينين بزاف، وما كيجيوش زعما معلقين كوم كوا راه ماشي ديالك ولا لا، كيجيو فانتوما نفس العبار ديال يديا، هانتوما نفس العبار ديال يديا. هذا ما كان الغزالات ديالي. اللي بغيت نقول لكم هي الا بغيتو فيديو على كيفاش كنقاد لي زونغل، المهم داكشي بلي ديتاي وهذا، خليوها لي في لي كومونتير. كيف ما قلت لكم انا وريتكم اشنو كندير قبل ما غادي ندخل الحمام شنو درت، و الى خرجت من الحمام اشنو هما لي برودوي اللي غادي نستعمل. هذا ما كان باش وجدت راسي ليفينمون. ما عرفت صراحه هذا الفيديو امتى غادي يتحط، وفي نفس الوقت ما عرفتش واش غادي ندير لكم فيديو ديال ليفينمون وانا كنتوجد يعني الميك اب وداكشي، ولا غنبدا لكم ليفينمون نيشان فلوغ. دونك بلا ما نتوجد فيه مازال ما عرفتش الصراحه. دونك مهم هذا ما كان الغزال ديالي. قتلني النعاس. جيسبر فريمون انا الفيديو تكون عجبتكم، وكنبغيكم بزاف. ان شاء الله نتلاقاكم في الفيديو الجاي. كرو بيزو البنات.